أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة أحرمت من الميقات وهي لابسة للنقاب، ولما وصلت إلى مكة نزعت النقاب ووضعت خمارا على وجهها ظنا منها أن المحذور هو لبس النقاب أثناء أداء العمرة فقط، فهل يلزمها شيء حيث أنها تجهل هذا الحكم؟ ليس عليها شيء ما دامت جاهلة، ليس عليها شيء. نعم.